السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الثالث ثانوي في درس جديد كما تعودنا. ملخص لهذا الدرس وبشكل كامل، ملخص كامل لدرس اليوم In the countryside، من تعريف جمل مهمة مفردات. Let's go. الريف. قبل أن نبدأ هذا الدرس، لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة هذا المحتوى التعليمي لكي يستفيد زملائك والآخرون. Let's go. We will start with definitions. سنبدأ بالتعريف. Number one is mountain. Mountain. You know mountain? نقم. أطان. Mountain. Mountain is bigger than hill. Bigger. مقارنة. Good. أي أكبر من الهضبة. Mountain is bigger than hill. أي أن الجبل أكبر من الهضبة. Good. Hill. الهضبة جاءت مرة أخرى. Is smaller. Smaller. إيش معنى small؟ صغير. Smaller than mountain. أي أن الهضبة أصغر من الجبل. Good. Smaller than mountain. Sea. Red sea. البحر الأحمر. Oh, good. Sea is bigger than river. البحر. Bigger than river. River أي نهر. Okay. أي أن البحر أكبر من النهر. Sea is bigger than river. Okay. River. الآن نأتي إلى river. أي النهر. Is smaller than sea. يعني أصغر من البحر. الريفر. مثلا. النيل river. نهر النيل. أكيد أصغر من البحر. Good. التعريف الثاني للريفر. Is bigger than stream. Oh. طبعا stream بمعنى جدول مائي. باليمني. ساقية. Good. Yes. Stream ساقية. فهنا الريفر النهر. Is bigger. Bigger. أكبر من الستريم. Good. River is a number of streams. هذا النهر. ومجموعة من الجداول. طبعا عندما تجتمع هذه الجداول المائية تكون لنا نهر. River. Good. الآن stream. Oh, good. We have stream. Stream is smaller than river. قلنا stream معناها جدول مائي أو ساقية. طبعا الآن لما أنا أجيب هذه الكلمات والتعريف، طبعا هذا كل شيء مهم أو يتعلق بالدرس كامل. هذا يعتبر ملخص كامل لهذا الدرس، من تعريف، من كلمات جديدة، من كلمات وأكسها وكلمات وضدها، opposite, synonyms, antonyms. الآن نأتي إلى stream. Stream is smaller than river. أي أن stream اللي هو الجدول المائي is smaller, smaller. أصغر من الريفر النهر. الجدول أصغر من النهر. Valley. وادي بناء. Yes, good. Valley. اللي وادي. Valley معناها الوادي. Is a land. Land أرض. Between two hills. أي أن أرض بين هضبتين. Very nice. Coastline. Coastline. Is land next to the sea. ما هي الكوستلاين؟ Yes. Oh, good. Coastline أي الشريط الساحلي. Very nice. Is a land. هي أرض. Next to the sea. بجانب البحر. أو بأطراف البحر. Nice. Desert. Desert. صحراء. Oh. Is a place where nothing
or very little grow أي هي المكان الذي لا شيء أو القليل فقط الذي ينمو grow معناه ينمو طبعا grow كلمة مهمة وأيضا plant plantation هذه كلمات مهمة grow معناها ينبت يزرع yes grow إذا desert is a place where nothing or very little grow أي هي المكان الذي لا ينمو فيه شيء أو القليل فقط farmland الأرض الزراعية farmland is the place where the plants grow oh is a place مكان تنمو فيه إيش النباتات الأعشاب الأشجار yes أرض زراعية grow ينمو plants نبات peak 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 is the highest part of a mountain peak is the highest أعلى مكان where of the mountain أي أعلى مكان في الجبل بمعنى قمة الجبل قمة good الآن الكلمة الاسم والصفة rain rainy صفة wind رياح oh windy عاصف today it's windy oh good so هنا اليوم عاصف windy mist ضباب mist I can't see well أنا لا أستطيع الرؤية بسبب المست الضباب misty ضبابي fog أيضا ضباب نفس كلمة synonym synonym نفس المعنى good here fog sun أي شمس sunny oh مشمس today the weather is sunny اليوم الطقس مشمس yes the weather is طبعا هذه تكوين الجملة the weather is hot the weather is cold الجو بارد warm دافئ wet رطب أو مبلل dry جاف عكس the opposite antonym antonym عكس antonym أي تضاد ما بين wet and dry dry عكس كلمة wet hot opposite or antonym of cold hot cold cold warm nice weather warm wet wet رطب أي مبلل dry it's dry إنه جاف okay now next one طبعا جمل مهمة في هذا الدرس you can see far on sunny weather في اليوم المشمس نستطيع الرؤية بعيدا yes you can't see far on a misty day you can't see far you can't you can see far on a misty day أي لا تستطيع you can't you can't see far on a misty day في يوم ضبابي good job rainy weather helps crops to grow أي الطقس الممطر يساعد النبات help يساعد weather طقس النبات أو الحبوب للنمو أو هل الطقس الممطر يساعد النبات للنمو yes good the weather is very hot outside الطقس حار في الخارج hot the weather is hot الآن كما تعودنا دائما في كل درس أن نأتي بالأسئلة الوزارية المتعلقة بهذا الدرس كما عودناكم دائما الآن نأتي إلى السؤال الأول between ماذا تعني between بين شيئين بين good between two hills هضبتين you always find نجد دائما valley mountain or farmland دائما ما بين الهضبتين يوجد valley ما تعرف الفالي
الفالي قلنا is between two hills, بين هضبتين. The place where plants grow is, المكان الذي تنمو فيه النبات. Desert, sea or farmland, تنمو النبات في البحر. No. تنمو in the desert, صحراء أيضا. No. Farmland, yes. أرض زراعية. Is smaller than river, أصغر من النهر. Yes. Stream. Excellent. الستريم الجدول أصغر من النهر. You cannot grow crops in. You cannot. لا تستطيع. Grow. ينمو. الكروبس الحبوب في. في الفارم. Garden أو desert. Write the answer in the comments. Don't forget to like the video, subscribe, and share for your friends. See you in another video. Have a nice day.